ينضم إلينا من عدن المحلل السياسي وليد الصالحي. مرحبا بك سيد وليد. أستاذ وليد، كيف تعلق على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن بعد أيام من نقلها البنك المركزي إليها؟ مرحبا بك أختي الكريمة. مسألة استقرار الحكومة داخل الجمهورية اليمنية مسألة مهمة جدا، ولو أنها حدثت متأخرا، لكن يجب أن تظل الحكومة موجودة في العاصمة المؤقتة عدن، خصوصا بعد الاستقرار الأمني الذي شهدته العاصمة عدن والمحافظات المحيطة بها من محافظة أبين ومحافظة لحج ومحافظة الضالع، امتدادا إلى شبوة وإلى حضرموت إلى محافظة مأرب إلى جميع المحافظات المسيطرة عليها الشرعية التي تتجاوز أكثر من 80% من الجمهورية اليمنية. المرحلة الحالية التي نحن نعيش فيها فعليا يجب أن تكون مرحلة بناء، مرحلة استقرار اقتصادي كامل. نبارك خطوة رئيس الجمهورية بنقل البنك المركزي إلى عدن، خصوصا بعد العبثية الكبيرة التي قام بها الانقلابيون الحوثيون وحليفهم صالح واستنزاف جميع مقدرات الشعب اليمني من النقد الأجنبي الذي كان محفوظا لدى البنك المركزي في الأوقات التي كان في موجود في العاصمة المختطفة من قبلهم صنعاء. بعد فقد الانقلابيون للبنك المركزي ونقله إلى عدن، ما هي توقعاتك حول انعكاسات ذلك على الميليشيات؟ أولا أختي الكريمة، يجب أن نعلم جيدا أن الانقلابيين الحوثيون قد استنزفوا أكثر من 3 مليار دولار من البنك المركزي في أقل من عام ونصف من سيطرتهم الفعلية على العاصمة صنعاء. هذه المبالغ لم تحرق فعليا، هي ما زالت موجودة في أيديهم. يجب أن نعلم في أنهم سيقومون باستخدامها، لكنهم لن يستطيعوا الحصول على المزيد من الدعم، لن يستطيعوا الحصول على المزيد من استنزاف مدخرات الشعب اليمني فعليا. على الحكومة الشرعية حاليا أن تمنع جميع الرحلات من قبل مطار صنعاء، لأنه نتوقع أن تقوم الكيان الصفوي الإيراني بمد الحوثيين الانقلابيين وحليفهم المخلوع صالح بمبالغ نقدية عن طريق الطيران، على أساس أنها رحلات مدنية أو مساعدات. نعم، ماذا عن توجه الحكومة اليمنية إلى الأمم المتحدة وتقديم شكوى ضد إيران بسبب استمرار تهريبها السلاح إلى المتمردين؟ فعليا لقد أثبتت جميع الوقائع أختي الكريمة أن الانقلابيين الحوثيون يقومون فعليا بتهريب السلاح طيلة السنة والنصف. آخر عملية تم القبض عليها قامت بها البحرية الأمريكية بالقبض على بواخر متجهة إلى الأراضي اليمنية في المياه الإقليمية اليمنية. فعليا هذه محملة بالأسلحة، محملة بالذخائر، محملة بالمواد التي يقتل بها أبناء الشعب اليمني ويستخدمها الانقلابيون الحوثيون. لا ننسى أن هناك مجموعة من الصواريخ البالستية التي يستخدمها الانقلابيون الحوثيون أساسا مصدرها الأساسي هي إيران فعليا. لذا يجب أن يتم هناك محاكمة هذه الدولة الإرهابية إيران على مجموعة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني فعليا. يجب أن تشكل الحكومة مجموعة من القانونيين بقيادة وزير العدل الدكتور خالد عمر باجنيد للاهتمام بهذا الملف اهتماما كاملا، والوصول به إلى نتائج مرضية ترضي طموح الشعب الذي ذاق الويلات من هؤلاء الانقلابيين الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح. نعم، من عدن المحلل السياسي وليد الصالحي، شكرا جزيلا لك.